السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع جديد وفيديو اليوم. فيديو اليوم خلونا نتكلم عن أقوى وأرهب سلاح بالمسافة القريبة والمتوسطة والبعيدة. سلاح الثقيل، سلاح S-36، يعتبر من الأسلحة الثقيلة. حلو فيه والميزة فيه إنه ياخذ حوالي 75 إلى 100 رصاصة. مسوي مخزن 75، واقدر اضيف مخزن 100 رصاصة بس فيما بعد. حاليا هذه التركيبات اللي عليه، راح نخش جيم مع بعض ونحاول نجيب نيوك، واذا ما نقدر على نيوك نجيب جيم حلو يكون جيم دعس. يلا شباب خلوكم مع المقطع، لايك شير سبسكرايب ويلا نبدأ. اوكي باك يا شباب، رجعنا لكم في الجيم الاول والاخير الذي هو ان شاء الله نجيب نيوك. ايش الغزو هذا؟ ايش الغزو هذا؟ فجأة ظهروا لي 5، انا قتلت 4 والخامس قتلها صاحبي. طيب لا ومسوي دقيقة. خلاص كذا خلاص. طيب الآن وش دقيقة خلونا نفكر. أنا جايب 8 جي و8 كل. لا الله لا شباب جاب 13 كيلو. شباب جاب 15 كل، باقي 5. طيب شباب كذا باقي بس 4، ركزوا معي باقي 4 ونجيب نيوك. واو 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 لا كذا كنت واه لا كذا باقي 3. نحاول نصيدهم. باقي 2 يا شباب. يلا ناوي سكرين شوت سميها اللي تسميها. لا
أقوى أقوى وأفخم وأفضل سلاح. اطربني 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 يا زلزال. الله الله أكبر الله أكبر. موت مرة وثنتين وعشر، جالت كان لوحدي 6 مرات. خله خله خله. طيب خلاص يا شباب، نقفل ام الجيم. وقفنا فزنا، لا مش فزنا بس، وجبنا نيوك وخلاص. جبنا 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 نيوك. ما تفعل حراسة يا هلا يا شوف 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 الذل، شوف الاذلال، شوف الاهان. طبعا اللي يقول بوتات ومدري ايش، مثل ما تشوفوا اللي قدامنا ابو حجاب احمر، واللي قبله الاخضر ذاك الدب برضو اللي قتلني مرتين او ثلاث، وفي بنت معهم او خلفية بنت، كلهم حقيقيين والحمد لله. بس الابداع والسلاح القوي، لا هنا هنا يلعب. طيب خلونا نشوف، خلونا نشوف كم كيل. ركزوا معي ركزوا معي، انا انسان جايب كم كيل. 33 كيل، مثل ما تشوفوا اللي تحتنا كلهم صور حقيقية، بس هم ولا شيء جنبي. هنا وصلنا نهاية المقطع، لايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم.